على الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل حطت الطائرة الخاصة التابعة لتونسير والقادمة من جيبوتي بمطار تونس قرطاج الدولي، وكان على متن الطائرة الطاقم الباخرة التونسية حنا بعلثنين اللي كانت محتجزة من قبل قرصنة صوماليين لمدة تجاوزت 4 أشهر. كاميرا نسمة كانت في استقبالهم، وكما وعدناكم الصور تفضلوا. استقبل مطار تونس قرطاج الدولي على الساعة الواحدة بعد نصف الليل الطيارة اللي كان على متنها طاقم الباخرة التونسية المحتجزة حنا بعلثنين والمتكون من 22 تونسي قادمين من جيبوتي. الباخرة هذه تم اختطافها على يد قراصنة الصوماليين نهار 11 نوفمبر 2010، وربما لو كان الباخرة تحمل علم تونس ربما كانت ما يمسوهاش، كانت تحمل علم بنما. ضربوهم بسلاح، ضربوا الباخرة مش ضربوهم هما، حتى حبوا يهربوا بالسفينة، السفينة كانت قديمة برشا. 4 شهور و5 أيام كانوا طويل برشا على العائلات اللي كانت تستنى بدقيقة ودرج باش يعاودوا يقابلوا العزيز عليهم. الأجواء في المطار كانت حلوة برشا، وكل واحد كان عنده طريقته للتعبير على الفرحة متاعو. فرحة كبيرة عنا، قديش احنا نستنيو فيهم، الحمد لله يا ربي انهم رجعونا، الحمد لله الشكر لله. بابا جاي قال له الحين فكاين باش نعطيه كادو. بدا الوقت يتعدى وبدات الاعصاب تتشد، وجات اللحظه اللي كان يستنى فيها الناس الكل. الطياره وصلت وطاقم الباخره هبط، وين كان في استقبالهم ممثلين على الحكومه. لازم تشكروا الناس كل اللي شاركوا وسهلوا باش خلطوا العمليه، واولهم بطبيعه الحال مولا سي فريد عباس، وفي الحكومه فما وزاره الخارجيه عملت خدمه كل من الاول، زاده النقل بطبيعه الاطارات في النقل اللي عانوا. وتلم الشمل مره اخرى، مشاهد مؤثرة برشا لدرجة أنه حتى الكلام هرب. ما نعرفش، ما نجم باش نعبرك على حتى شيء، سامح بالحق، خاطر شيء جميل كنت باش نتوقع. لا مشتاقين راح نرجع مجروحين شو بينا، يمهم سوا نضحك سوا نبكي. الفرحة وش نقول لك، أكثر من الفرحة، عمري لا فرحت كيما اللحظة هذه. فرحة كبيرة ما نتصوروهاش، وما كنتش في البال. حتى مع صعوبة الموقف، البعض من طاقم الباخرة حاولوا يحكيوا لنا شوية على الشيء اللي عاشوه وقت اللي كانوا مخطوفين، وكانوا شكروا برشا الجهود اللي قامت بها الحكومة التونسية المؤقتة. دولتنا وقفت معانا، وعائلتنا وقفت معانا، ورجال وقفت معانا، وربي يخلي تونس، وربي يخلي كل ما وقف معانا، وحتى عارفنا زاد عطانا عاونا وقف معانا زاد ما نقولوش فضلوا. احنا عبيد نتاعهم، نقضوا مشاورتهم، ناكلوا مشاورتهم، نخرجوا مشاورتهم، فما فلما هما ما يشدوش المعاد الانسان يتغش على بابيه وما يسدش، وهمنا فينا احنا يكشوا علينا يضربونا. شوفوا جماعه في الصومال معناها في بلاد ما فيهاش هي لا ماكل ولا شراب، انا ما عاد يخليوني انا باش نمشي يهبطوني الوحيده نهبط باش نصطاد لهم باش نحصل فطور، حق فطور وعشاء، ما نطلع نرتاح لما نحصل فطور وعشاء الكيباج كامل واللي هما زاد. كل ما هو سوفينير خايب نحبوا نساوه، احنا كل يوم هما 4 شهور و7 أيام، كل يوم فما هدف، كل يوم فما عذاب. اكثر حاجه توحشتها تويكا امي وبابا والفاميليا نتاعي.